بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى في ذكر أصحاب السدس: وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. قول المؤلف رحمه الله تعالى في نظم الرحبية: وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. أصحاب السدس تقدم لنا عددهم إجمالا أنهم سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، وبنت الأب، ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. ووصلهم فيما بعد وقال: وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الإبن تأخذ السدس متى؟ في جميع الأحوال؟ لا. إذا كانت وحدها؟ لا. متى تأخذ السدس؟ بشرط أن تكون مع بنت آخذة النصف. وبنت الإبن النازل تأخذ السدس مع بنت الإبن العليا إذا كانت بنت الإبن العليا آخذة النصف، فبنت الإبن النازلة تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن الله جل وعلا فرض في كتابه العزيز الثلثين لمن؟ للبنات. فإذا لم يوجد إلا بنت واحدة فإن يكمل الثلث لبنت الإبن، وإذا وجد اثنتان من البنات فإن بنت الإبن تسقط. إذن بنت الإبن تأخذ السدس متى؟ إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، يعني إذا كانت مع البنت. بنت الإبن تأخذ السدس مع البنت، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. كذلك بنت الأب يعني الأخت من الأب، الأخت من الأب أو أخوات من الأب تأخذ السدس تكملة للثلثين اللذين يأخذهما الأخوات. فالأخوات إذا كن جمعا بنات الأبوين أو بنات الإبن، بنات الأبوين أو بنت الإبن أو بنت الأب، إذا كن البنات مع الأبوين، إذا كن البنات وحدهن أخذنا الثلثين، إذا كانت واحدة فإنها تأخذ النصف، وبنت الإبن تأخذ السدس. الأخت من الأبوين تأخذ النصف، ثم الأخت من الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. الأخت من الأب
تأخذ السدس مع الأخت التي من الأبوين أخذت النصف. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. والسدس فرض جدة في النسب، يخرج الجدة من الرضاعة، الجدة من النسب، سواء كانت أم الأم أو أم الأب أو أم أب الأب، ثلاث جدات، إذا انفردت واحدة منهن أخذت السدس، إذا وجد اثنتان أخذنا السدس، إذا وجد ثلاث في درجة واحدة أخذنا السدس، وهكذا. ولا يأخذ السدس عندنا من الجدات سوى ثلاث، ما هن؟ أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأبي، لكن هذه الثلاث إذا أخذت معنا ما يأخذ منهن إلا اثنتان فقط، أم الأم وأم الأب. وإذا كانت أم وأم أب أب وأم أب الأب يشتركن في الثلث السدس. والسدس فرض جدة في النسب كجدة كانت واحدة كانت لأم وأبي، يعني لا بد أن تكون إما للأم وإما للأب وإما للأم والأب كجد كأم الجد، يأخذه أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت وأم أب الأب وإن علت، ثلاث يشتركن في السدس. إذا وجد واحدة أخذت السدس، إذا وجد اثنتان أخذت السدس، إذا كنا متواليات ليست على درجة واحدة فأيهن أولى به؟ تأخذه القربى من الميت، أم الأم مقدمة على أم الأبي مقدمة على أم الجد، وهكذا. والسدس فرض جدة من نسب واحدة كانت لأم وأبي وولد الأم. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم، من هو ولد الأم؟ الأخ لأم أو الأخت لأم، قلنا في باب الفرائض ما فيه ولد إلا ولد الأم، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، لكن ما يقال في باب الفرائض هلك هالك عن ولد، لا، عن ابن ولا بنت. أما ولد الأم فهو سواء كان ذكر أو أنثى، ميراثه السدس، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، يعني أن يكون واحدا، أن يعدم المشارك معه. أما إذا كان ولدين لأم فهل يأخذان السدس؟ لا، يأخذون الثلث. فعندنا في هذا الدرس ممن يأخذ السدس؟ بنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وولد الأم الجدة. ثلاثة الجدة 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 وهكذا الأخت، وهكذا ثلاثة فقط، أربعة. بقي ثلاثة عمال عليهم الجدة
الجدة الجدة هي خلنا تظلمون الجدة ها مسكينة. ممن يأخذ السدس بنت الابن، البنت تأخذ السدس؟ لا. بنت تأخذ السدس؟ لا. بنت ابن لا تأخذ السدس. بنت ابن ابتل ما فيه برد تأخذ السدس، ما دام إن أقرب واحد فيه تأخذ السدس مع البنت الصحيحة للصلب أو البنت التي أقدم منها. أما إذا كانت هي المقدمة فإنها صاحبة النصف، وبنت الابن يشترط أن تكون واحدة ولا يجوز أن تكون عشر؟ يجوز أن يكون عشر بنات الابن. هلك هالك عن بنت صلبة وعشر بنات ابن، أبناء متعددين، النصف للبنت والسدس لبنات الابن مهما بلغنا. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين أو خي أدلتي، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين. قوله بالأبوين يشعر بأن الواحدة الأولى لأب فقط. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين أو خي أدلتي. إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وثلاث أو أربع أو خمس أخوات لأب، ما نصيبهن؟ للبن للأخت النصف، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. والسدس أرض جدة في النسب، الجدة تأخذ السدس وإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ولا يرث عندنا أكثر من ثلاث جدات، واحدة من قبل الأب، ثانية من قبل الأب، ثالثة من قبل الأم. أم هذه تأخذ السدس إذا صارت معها أم أب تأخذ معها السدس. إذا كانت أم واحدة بس فقط، أبي أب، اثنتان من قبل الأب، أم الأب وأم الجد يأخذن السدس، وأم الأم تأخذ معهن السدس. وإذا كنا كلهن متساويات اشتركنا في السدس. نعم اقرأ. الرابع ممن يأخذ السدس بنت الابن فأكثر بشرطين: ألف عدم المعصب، باء عدم الفرع الوارث الذي من هو؟ أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. باء عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. الأخت تكون عصبة في هذه الحال. نعم. الخامس: الأخت لأب فأكثر بشرطين إجماعا، قياسا على بنت الابن،
ألف عدم المعصب، باء أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض النصف. لكانت مع أخت وأختين شقيقتين هل تأخذ من السدس؟ لا، إذا اكتملت ثلثان للبنات أو للأخوات سقط من دونهن. السادس الجدة فأكثر بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها. الجدة تأخذ السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، عدم الأم وعدم ما كان أقرب منها، لأن الجدة تكون أم وتكون أم وهكذا. السابع من أصحاب السدس ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، إجماعا لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ولد الأم يشمل الأخ لأم والأخت لأم، يأخذ الواحد منهما السدس لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. من هو الرجل الذي يورث كلالة؟ الذي لا ولد له ولا والد. فإن كان له ولد أو له والد فولد الأم أصلا ما يرث، وله أخ أي من الأم أو أخت من الأم فلكل واحد منهم السدس سيان يشتركون. أولاد الأم نصيبهم الواحد منهم نصيبه السدس، والاثنان فأكثر نصيبهم الثلث، ولا يرث مع الكلالة مع ولا يرث ولد الأم مع الأولاد بنين كان وبنات ولا مع الآباء، وإنما يرثون مع الجدات. فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أولاد الأم دون غيرهم. ويرث السدس أيضا بثلاثة شروط: ألف عدم الفرع الوارث، باء عدم الأصل الوارث من الذكور، جيم أن يكون منفردا. أولا عدم الفرع الوارث يشمل الابن والبنت وإن نزلا، فهؤلاء يحجبون أولاد الأم. عدم الأصل من الذكور الوارث، الأصل يشمل الأم والجدة، الأم والأب والجدة والجد وخيرهم، لكنه قال الأصل من الذكور أخرج الإناث. الأصل من الذكور الوارث أن يكون واحدا، فإن كان أكثر من واحد فله الثلث. اقسم هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم، مسألة من ستة. نعم، للبنت النص ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، والعم له الباقي. انتبه، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، ثلاثة، مسألة من ثلاثة لا من ستة. للبنتين الثلثان اثنان، والعم الباقي. والبنت الابن ما أعطيته السدس أولا، لكن أخذته عمتها وخالتها. هلك هالك عن بنت
وثلاث بنات ابن وابن ابن 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 عم. عيد ستة، مسألة من ستة، للبنت النص ثلاثة، ولبنات الابن مهما بلغنا لهن سدس واحد، والباقي لابن ابن 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 عم. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، المسألة من ستة، للبنت للأخت الشقيقة النص ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملت الثلثين، وللأخت لأم السدس، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أختين لأب وأختين لأم وأختين شقيقتان، من ثلاثة ولا ستة؟ ثلاثة، أقل عدد يأتي يخرج من الأنصبة. للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والأختين لأم الثلث اثنان واحد، والباقي ما في باقي. طيب الأخت لأب أما ورثتموها سابقا؟ ما لها شيء، أخذت الأخوات الشقيقات الثلثان. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت وأخ لأب أخت شقيقة وأخت وأخ لأب، المسألة من اثنين، الأخت الشقيقة النصف ثلاثة واحد، والباقي للأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أخت شقيقة وعشر أخوات لأب، مثلا ستة، عشر أخوات لأب من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب بل مهما بلغنا السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وثلاث جدات، واحدة من قبل الأم، واحدة من قبل الأب، واحدة من قبل الجد، ثلاث جدات، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي لأولى رجل ذكر، وليس للجدات نصيب. ألم تورثوهن قبل قليل مع عدم الأم؟ لكن إذا وجدت الأم أخذت نصيبهن. هلك هالك عن أم وأخوين لأم وجدتان، أم وأخ لأم وجدتان، واحدة من قبل الأم واحدة من قبل الجد، ستة، انتبه، واحدة من قبل الأم واحدة من قبل الجد ومن قبل الأب، من ستة، للأم ماذا؟ أم وأخوين لأم، أم لها السدس، والأخوان لأم لهما الثلث، والجدات
كلهن. على كهالك عن أم وأم أب وأم أبي أب صارت من ستة. نعم قسم للأم الجدتين فيها أم للجدتين لا الجدات ما لهن سنة جدتين أم وأم أب وأم أبي أب وأم أبي الأب ما لها شيء. لما ألم تورثوا ثلاث جدات؟ هناك أقرب منها ثلاث الجدات يرث منهن القربى دون البعد. هلك هالك عن أخ لأم وعم ستة. المسألة من ستة للأخ لأم السدس واحد والباقي للعم. هلك هالك عن أخوين لأم وعم المسألة من ثلاثة للأخوين لأم السدس وللعم الباقي واحد. حركة هالك عن أخوين لأم وأختين لأم وابن ابن 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 نازل المال لابن الابن المال لابن الابن النازل. وليس للأخوة لأم من شيئا لأن ميراثهم يتقطب أن لا يكون في أصل وارث ولا فرع وارث. هلك هالك عن أم وجد وزوج أم وجد وزوج مسألة من ستة للزوج نص ثلاثة والأم ثلث اثنان والباقي للجد. ما تكون هذه من القرابين؟ لا لا. هلك هالك عن سبع أخوات شقائق وسبع أخوات لأم وسبع أخوات لأب المسألة من ثلاثة للأخوات الشقائق لهن الثلثان اثنان والأخوات لأم لهن الثلث واحد وليس للأخوات لأب شيئا. حرك هالك عن ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن أنزل منهن درجة ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن المسألة من ثلاثة لثلاث البنات ثلثان اثنان والباقي لابن الاب. هلك هالك عن ثلاث بنات ابن وابن ابن وعم
المال لهم لبنات الابن مع أخيهن الذكر مثل حظ الأنثيين. هالك عن أخت شقيقة وسبع أخوات لأب. ستة. المسألة من ستة. للأخوات شقيقات أخت واحدة لها الثلث. الثلث النصف. لا النصف. لها النصف والباقي الأخوات لهن السدس والباقي لأولى رجل ذكر. الدرس القادم إن شاء الله ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة يختلفون عن سائر الورثة بأمور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة. هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، بنت ابن وشقيقة، المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف والباقي للشقيقة تعصيبا. نعم. يقول: هالك عن شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. المسألة من ستة، لأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم السدس والباقي لأولى رجل ذكر. يقول السائل: اعتمرت أنا وأبي وحبس أبي حابس ولم يكمل العمرة، فهل أعتمر عنه؟ أبوك وصل مكة وأحرم ولا الآن؟ إذا كان وصل مكة ودخل في النسك فيلزمه أن يكمل عمرته، إلا إن منع من دخول مكة فهذا فيه أمر آخر. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت لأداء العمرة؟ المرأة الحائض لا تطوف بالبيت إلا إذا حضر وقت سفرها وهي محرمة، فإنها تغتسل وتتطهر وإن كانت لا تطهر، وتطوف بالبيت وتسعى وتخرج. يقول السائل: اعتمرت وعندما كنت في الطواف أحدنا يقول إنه سبعة ونحن نقول ستة وقد أكملنا العمرة وحلقنا، فماذا علينا؟ هذا لا يخلو، إن كنتم سرتم على من يقول ستة فهذا هو الصحيح، وإذا كنتم سرتم على من يقول سبعة فالسبعة مشكوك فيها، وعليكم أن تكملوا عمرتكم، بقي عليكم طواف شوط واحد. يقول: هل يجوز للمحرم أن يكشف الإحرام عن جسمه أمام النساء بعد تحلله من العمرة؟ إذا كان من حقهن أن يطلعن على عورته كأن يكن زوجاته فلا بأس، وأما إذا كن أجنبيات فلا يجوز أن يطلعن على عورة الرجل. يقول السائل: أنا أصلي من الليل وتحب زوجتي أن تصلي معي، فهل تصلي خلفي أم بجانبي؟ المرأة تصلي خلف الرجل حتى وإن كان زوجها،
أو كان الرجل أباها أو أخاها أياً كان فتصلي خلفه. يقول السائل: عندما أفطر في الحرم ولم أتمكن من المضمضة، فهل أتمضمض وأبلعه أم أترك المضمضة؟ على خيارك، على اللي يناسبك. أنت مضغط وبلعته، وأنت مضغط ولبضته، المضمضة ليست بلازمة. سائل يقول: شيخنا كثير من طلاب العلم المعتمرين يسألون عن تزكية الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، ومن الذي زكى فلانا، ويهتمون بهذه الأمور اهتماما كبيرا، فأرجو توضيح هذا الأمر، وهل لا بد أن يزكى الشيخ من شيخ أعلى منه؟ لا يا أخي، هذا من التعنت والتشدد. إذا كان كلامه صح فخذ به، وإذا كان كلامه خطأ مهما بلغ من الرتبة والتزكية، عليك أن تعرض كلامه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان صوابا فاقبل، وما كان خطأ فرده. يقول السائل: متى يكون تزكية الحبوب، وما حد نصابها، وكم المقدار الذي يوجب الزكاة؟ زكاة الحبوب إذا استوى وخرجت وصفيت يزكى، وما هو حد نصابها 300 صاع بالصاع النبوي، والمقدار الذي يزكى حسب الكلفة. إن كانت الحبوب تزرع بزراعة مكاين ومياه وكذا فهذا نصف العشر، وإذا كانت تسقى بلا كلفة ولا معونة من الأنهار ونحوها ففيها العشر. يقول السائل: هل يجوز للأم أن تهب نصيبها من الميراث لأخيها؟ يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك ما دامت أنها رشيدة عاقلة، تهب لمن تشاء. يقول السائل: هلك هالك عن بنت وابن أخ. البنت النصف وابن العم له الباقي تعصيبا. يقول: هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأربع إخوة من الأم، 3 ذكور وأنثى. هلك هالك عن أم وأخ شقيق. الأم السدس لوجود الجمع من الأخوات والإخوة، وأخ شقيق وأربع أخوات من الأم لهن الثلث، 3 ذكور و3 وأنثيين أو أنثى. الإخوة لأم لهم الثلث، والباقي للأخ الشقيق. يقول السائل: العم توفي وليس له زوجة ولا أولاد، وله أخت حية، وله أخت موتى أو إخوة موتى، ولهم أولاد بنين وبنات. وله أخت، الأخت إن كانت من الأم فلها السدس، وإن كانت من الأبوين فلها النصف، أو من الأب وحده ولها النصف، وله أخوين، وله أخوين موتى ولهم أولاد، أولاد الإخوة لهم الباقي دون بنات الإخوة. يقول السائل: توفي رجل وخلف ولد وبنت، ولا زال أبوه حيا أي الجد الوالد، وأخته في المملكة وجدهم في اليمن، وأرادوا تزويجهما، وأخوهما بالغ عاقل متزوج، فمن يعقد لهما، هل الأخ أم الجد؟ خلف الرجل ولد وبنت وأبوه حي، أبوه له السدس، والولد والبنت لهم الباقي تعصيبا.
والإخوة والأخوات ليس لهم شيء في الميراث الولاية. وأما كونه من العقد للبنت اللي عقد للبنت الجد مقدم على الأخ إلا إذا كان الجد كما ذكر في اليمن وهي هنا ويصعب اتصال به في اليمن فلا بأس أن يعقد علي لها أخوها بعد مراجعة القاضي. يقول: أنا وإخوتي وأبناء إخوتي لدينا صندوق تعاوني وأنا أمين لهذا الصندوق، وفي بعض الأشهر تحصل أزمة مالية لديه وأخذ منه وارد تبلغ عند استلامي في الراتب. يحسن أن لا تقربه إلا بمشاورة شركائك في الصندوق، أما إذا أخذت منه بدون علمهم قد تأخذها وتنساها. يقول السائل: ما هي أسباب تقوية الحفظ وعدم النسيان وكذلك طرد الكسل لطالب العلم؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: علم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. الإمام رحمه الله الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين وأقل، ويقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني دلني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول السائل: أنا أريد أن أعتمر لأخي المتوفى وأنا من الجزائر. إذا أتيت بعمرة وأديتها فيحسن أن لا تخرج لإتيان بعمرة أخرى، لكن إذا أديت وخرجت لحاجة لجدة أو الطائف أو المدينة وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن أخيك أو عن غيره. يقول: ما حكم الأكل أثناء الطواف؟ قالوا: الأكل في الطواف جائز لمن كان صائماً وأذن المؤذن وهو يطوف فله أن يأكل ويشرب. يقول السائل: هل الرقية الشرعية تعد دعاءً وأي رقية أصح؟ الرقية الشرعية تشمل الدعاء وقراءة القرآن والذكر والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله وهكذا. يقول السائل: لماذا لا يقرأ الإمام البسملة عندما يقرأ الفاتحة في كل صلاة من الصلوات الخمس؟ الإمام يأخذ بالأحاديث الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون القراءة جهرا بالحمد لله رب العالمين، وإلا فإنهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لكنهم يسرون فيها. يقول السائل: هل الزرع الذي لا يكفي لسداد الدين عليه زكاة؟ هذا مبني على الخلاف في الأموال الظاهرة، هل تسقط الزكاة في مقدارها أو لا؟ فالعلماء في مثل هذه المسألة فريقان: فريق يقول لا تسقط الزكاة ما دام المال ظاهر كالزراعة والبهائم وبهيمة الأنعام وغيرها، وبعضهم يقول الدين يسقط الزكاة بقدره لأنه مدين والزكاة مواساة، وهو كيف يواسي وهو مدين؟
هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.